تدرين سندس، أنا نسيت حتى أيام الكلية هالفترة القصيرة. طبعا هناك حياة غير حياة سندس، العسكرية أحلام غير أحلام، حياة ما بيها غير لون واحد وبس. بسيطة، بس لا تفكر. ما أفكر شلون يعني؟ يعني ترضى بواقع الحال. زين يا بزين، عربة، بس بشرط. شنو؟ تبقين يمي على طول. أنا يمك وإلك على طول. عمران شغله ايش؟ وجاي تقول بنص الشورجة؟ عجيب امرك يا اخي. مهند لا تتدخل بشؤوني. اخوي صحيح انت اخوي الكبير، بس يعني انا اعرف ابويا احسن من عندك. وجهين العملة واحدة. انت نفسك مرة قلت لي من شابه اباه فما ظلم، تذكر؟ اي اتذكر حقك. يلا يلا لا تحزن ولا تضوج، عمران البيت موجود، بس عيبك يعني ما تختار الوقت المناسب. مهند اخي اكو اشياء ما يحتاج لها وقت مناسب. عمران شنو ليش صار عصبي يعني؟ شنو يعني قابل اريد اضرك؟ مو انا اخوك. اشرب شاي قبل لا يبرد. مهند يبين عليك هواي مدبرها وسط هذا العالم الغريب. واتمنى تجي انا تعيش هنا على مود اشوف الدنيا شو ماشيه. يا اخي ما اعتقد الدنيا ممكن ان تمشي بقرار من هذا السوق. واهم عمران، طول عمرك راح تبقى واهم. من انا بس تقدر تغير كثير من مفاهيم الناس وتلعب برزاقهم شلون ما تريد. مرحله وتنتهي. حلو سيد مهند وقاعد متدخن. شوف عمران، احيانا هاي الججارة توصل بالسوق اكثر من مليون دينار. وليدي مهند، الرجال اللي اشترى من عندنا الطحين قبل شوية ذكرته مو هذا يقول لاقي الطحين عند ابو نوري ارخص من عندنا. ارخص؟ مش قد يعني؟ هو يقول وليدي ب 250. 250؟ معقول ابو نوري يبيع هالشكل هذا؟ اسمع عمي جبار، قول لهذا الرجال ما ترجع القونية، افتهمت؟ وقول له أخذها قبل ساعة، هسه قبل خمس دقائق ارتفعت 250 دينار. قول له خلي ياخذها هسه يشيلها، ترى دريده للمكان، افتهمت؟ بسرعة وأنا هسه خابر لأبو نوري. استريح عمران. ألو؟ الله يسعدك ابو نوري، شلونك؟ شلون صحتك؟ احوالك؟ ابو نوري هاي شنو يعني؟ ترى هواي زعلانين عليك. يعني لوش جوا السوق لوش؟ يا ابو نوري طحين هذا؟ لا احنا صفر. ايه يا معود الاخبار سريعه. يعني اليوم بمية باكر بالف. ايه لا تدلل ياخذوه وين يروح. ماشي الله يسلمك من يجي اقول له تدلل. هلا ابو نوري. ها تحت التف القايش عمران، لازم يلتف لان هنا لازم تعرف المركب وين ماخذتك والا تغرق وتصير بخبر كامل. زين وهذا اللي اخذ الطحين وين راح يصير؟ آلاف القواني تنباع بأسبوع واحد، والطحين مادة أساسية، يعني إذا صعد السوق أو نزل الإنسان ما يقدر يستغني عنه. وانتو تخلون أسعار بكيفكم؟ إحنا
منو؟ عمران، العرض والطلب هو اللي يخلي السعر. احنا مجرد وسطاء. وسطاء بمصائر الناس. واللي ما عندها غير كفاف يومها وبس. عمران، اللي ما عنده خليه يكتفي بالحصة ويقعد. مهند، مهند، احنا شعب تعلم على قيم المبادئ والتعاون. الفقير خلي أجل كرامته سنة سنتين. واللي عنده؟ اللي عنده ياخذ عمران، ياخذ حتى لو ارتفع السوق 10 أضعاف ما يدير بال. المهم، تريد أقول لشيل أبويا؟ لا لا، أنا أروح لأنه هذا المكان يخلبني. عمران، شكرا مهند، ما محتاج، عندي اللي يكفيني. مالش قد يعني؟ مال لفة فلافل وشاي؟ وأنا ما أحتاج غير هذا وبس. مع السلامة. الله وياك عمران. عود دير بالك على نفسك، وحاول حاول شوية ترضي لأبويا. أمي طول الوقت وهي توصي بيه. ليش هو ضحى من أجلنا؟ حرام يعني نخليه يعيش بأمان وسعادة. هذا الخايفة منه. شلون؟ شلون أطلع؟ صوري ما انطاني حتى مجال احكي وياه. كان انتظرت بالبيت يا عمران. ولا ما انا قلت اعجل بالامور ما دام اتفقنا. زين والتعيين ايش صار منه؟ قدمت اوراقي واسبوع ان شاء الله تطلع النتائج. الحمد لله. يعني بعدت عن ذهنك فكره السفر؟ لا. مرات مرات احس نفسي تريد تطير. تطير هيك مكان بعيد. كل الناس هالشكل. بس انا اختلف عن الناس. الناس تبحث عن مدن للخلاص، أحلام تروح بيها بعيد عن ضغط الدنيا. وأنت؟ أنا ابن هذا الواقع ولا ابن هاي القاع. نسيتي؟ قاتلت وحرست ليالي وشفت أصدقاء يوقعون ودمهم يروي القاع. ولام إحنا جيل قدر. ولهذا السبب تفكيرك بالسفر خطأ، خطأ كبير. هسه عموماً أنت سويتي؟ أهلي ما عندهم مانع، وأبوي يقول بأي وقت يشرف. فؤاد علوان شلون؟ وهو ما يريد يشوف حتى وجهي. ما قال لك إيش رايد؟ لا والله، يعني قال عندي شغلة صغيرة ويا أبوي. هسه أعرف عنده أب وعنده حكي وياه. أصغر منه سنوات، صاروا تجار كبار وإلهم اسمهم بالسوق. هو ظل بالمثل والأخلاقيات.
بابا كل واحد يختار حياته بنفسه. يختار؟ يعني ما قال شيء، يختار بس يختار مو الخطأ. يعني ليش خطأ يا بابا؟ ليش تفسر خطأ؟ يعني اكو مثل يقول كل معلم ربحان الا معلم الرجال الوحيد الخسران. لا هاي يعني مو وياك بيها. الرجال يقدر يصير ويصير اذا راد يتعلم يصير. هسه وقت فلوس، فلوس وبس مهند، وقت فلوس. انت هسه ما تقدر تشتري سيجارة واحدة اذا ما بجيبك 25. صحيح صحيح والله صحيح. بس يابا يعني عمران قانع بوضعه والناس يقولون علينا شو يقولون؟ ابن فؤاد علوان خايب يدور سفر حتى يروح هناك يشتغل بينما هو يقدر هنا يصير تاجر، تاجر ومعروف. يابا تريد الصدوق؟ شوية أخلاقيات السوق ما تلائم عمران. بس 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 لا يعديك بهذا حكي. بس ألو هلا حبيبي يا أبو عمر. هلا أخوي. هلا هلا ها؟ لا وداعتك أبد ماكو، المخازن فارغة. أقوم على المهند. أقوم شبيك فزيت؟ أقوم مع والله وداعتك. دا أقول لك ماكو، تعال شوف بعينك تعال. لا وأنت تعرف السوق صاعد والوضعية شلون؟ 6 ملايين وهي 6 ملايين شو تسوي؟ ها؟ شحنة صغيرة من القمارق ما تدبر. هي بدعتها. اي 15 مليون تدلل حبيبي. لا هسه زين هسه مضبوطة. هسه صار تدلل. تدلل يمر عليك مهند بالسيارة ياخذ عمالك ويروحون للمخازن يحملون البضاعة ويجوك المغربيات. لا هو الليل أستر ولو احنا ما مسوي شغلة مو زينة. الليل أستر ودعتك. مهند يمي يضحك. أجيك؟ لا والله أجيك ساعة 10 غير مو تعوفني. هلو هلو أبو أمجد. هذا شو؟ ليش قاعد بالقاع؟ مو هذا كرسي؟ عمي قاعدة القاع ارواح لي، اشوف من اقعد على الكرسي احس نفسي مثل المعلق. طحين بيش اليوم؟ طحين عند حج ابراهيم ب 250. الابيض؟ يا عمي ابيض. يعني الكيس ب 12.5. اي عمي 12.5. لا تبي باكر السوق يصعد عصير طلب على الطحين. عمي الله يخليك، شي صعده؟ اشو اليوم 10 بالشهر والحصه توزعت. اول حصه راح تخلص وراح تشوف يوم 20 بالشهر شلون راح يصير طلب على الطحين. شاطئ شاطئ فؤاد علوان وربع. شي بتصرفاتها وياي يقول تحبني. هي بلي بس ليش ما تحكي؟ ليش ما تقول في الشي؟ لا ما اعتقد هذا يمكن عطف. ليش لا تعطف عليها؟ هي بتخالتي وتعطف على انسان عاجز. بس لا أكرم يعني معقولة؟ معقولة بكل هالود والحنية تمثل علي دور الحب؟ لا مستحيل
مستحيل. فضيلة، ايش جابك؟ شفتك قاعد لوحدك من الشباك وجيت. سنين طويلة وأنا قاعد لوحدي. بس أكرم، أنت دا تبكي. أبكي؟ أي تبكي. كرومي، أنت أنا شنو فضيلة؟ لا لا، هيجي ماكو شيء. ها شنو؟ عندك شيء تريدين تقولي؟ شو بلا باوع بعيني؟ باوعت. أنت تحب. أحب؟ أي تحب. أحب منو يعني؟ تحب أمل. ها؟ يا معودة، من يوم عرفت عيونك اتعمدت ما أدفع الكرسي حتى هي تدفعك. ملعونة. كرومي، أمل خوش بنية وحبابة وطيبة، ليش ما تتزوجها؟ ها شنو؟ شنو بهالسرعة يعني؟ شكو بيها؟ هي مو بتخالتي؟ نروح عندهم ونقول لهم أكرم يريد يتزوج أمل. فضولة، لو الأمور مثل ما تقولين كان الحياة صارت هواية سهلة. شوف حبيبتي، هذا الموضوع أريده يبقى السر بيناتنا، زين؟ لأن إذا طلع يمكن أمل تزعل. أرجوك. زين. يا هلا بسهيل. أشكرك عمي. تفضل اقعد. يا الله. أقول عيني. نعم. أريدك تعرف عنه كل شيء وبصدق. صار عمه يومين والأخبار يمك. وما أريد أحد يعرف غيرنا، بس أني وأنت وسرعة. صار عمه صار. نأخذ هاي. هاي شنو عمه؟ عندي صدقة عندي. أدخذ عيني، هاي فلوس تاكسيات للناس اللي تسألهم أنطيهم. أخذ. أشكرك عمه. وإذا تحتاج أكثر قل لي. جزيل الشكر عمه، أشكرك. عن إذنك أنا أترخص. هلا بيك. لماذا كان الصمت؟ لماذا طالت مرحلة الإبهام؟ كرهت الصمت واشتقت إلى كسر قيودي. أمل، أمل، نعم أكرم. أشو أنت ما رجعت من الكلية؟ لسه حابسة نفسك بغرفتك. شفتك تكتب. الكتابة صارت فعل عقيم. تريد أقعد يمك؟ ليش لا؟ أكرم، الكتابة انعكاس للتجارب. صحيح، بس تجارب مريرة. أكرم، السياب من دون مرضة ما كان كتب. غريب على الخليج، شناشيل بنت الشلبي، شباك وفيقة. أمل، سياب حالة خاصة. هشون هزمت؟ شفت نفسك بدائرة ضيقة. لا تخاف، بنت خالتك راح تخلصك. شلون تخلصني؟ دقيقة وأرجع. عيناك حين تبسمان
تورق الكروم وترقص الأقمار كالأضواء في نهر. تفضل. هاي شنو؟ هذا قميص. قميص شنو؟ هاي أني وصديقاتي طلعنا شارع النهر، أعجبني قلت أشتري إلك. شنو المناسبة؟ أكرم، الناس من يتبادلون الهدايا مو إلا بالمناسبات. أكرم، هذا رمز للحياة لأن لونه أخضر. الله، أخضر رمز النمو والحياة والتفاؤل. قاموس كبير يقود هذا اللون. هسا عوف الحكي وخلي نطلع برا لأن الجو برا كلش حلو. وأنا كلش أشكرك، فعلا الجو صار هواي حلو. يلا. فضلي، ناس عامل عيونها من القراية وناس التالي الليالي برا البيوت، رضيتي؟ يا حبيبي يا ابو محمد تهدى بالرحمن ولا تعب نفسك، هسه فد شوية ويبين محمد قابل وين يروح؟ اي وين يروح؟ وين يروح؟ طمطمنا. مساء الخير. ساعتك ليش؟ هسه بالعشرة. فندي دراستك ما تخلص غير الساعة 10 بالليل؟ لا يا باني، ما كنت أدرس، كان عندي شغل. تعال امشي، تعال بعد هنا. يا ربي هد سرهم يا رب. هاي يا بشبيك. اسمع محمد، احنا ناس على قد حالنا، وشوف هذا الظهر يا ما شال ملايين واشكال، بس عمري ما فكرت غير اشوفك واشوف ستار وانتو زينين. محمد، الدنيا مو فلوس وبس، ولا واحدنا يقدر ياخذ منا ومنا ويصير، بس شلون؟ شلون؟ هذا هو السؤال اللي اريدك تسال نفسك به. يا اني اريد اساعدك، يعني شوي نعدل وضعنا. ساعدني لما تكمل دراستك وتاخذ شهادتك، مو لما تروح تشتغل حمال ويا فؤاد علوان وابنه وانت طالب الكليه استاذ. يابا انت تريد الصدق؟ ترى الشهاده بعد ما تفيد. ايه ما تفيد. من يقول حراميه الشورجه لو بيعت الطماطم والمخضر. الدنيا علم محمد، وبني ادم بلي العلم يبقى حاله حال البهيمه، ياكل ويشرب وينام وبس. يابا انا ما اقدر اشوفك هيك وادرس، ما اقدر. انا اذا اتعذب اموت لما اشوف اصدقائي يومي قميص شكل وبنطرون وسياره شكل. اسمع محمد، الدنيا مو بنطرون وسياره وقميص وبس. بني ادم اللي هنا قلبه وبس. خلي قلبك يم ربك، يصير لك عمر ويصير لي عمر واذكرك. يابا الله يخليك، انا اريد اشتغل، اريد اساعدك. اشتغل بس ما تبطل من دراستك وما تشتغل بالشورجة. شلون يا يابا شلون؟ هاي قرصة خبز وكل واشبع ولا تتلمها، ما تقول لي شلون؟ استغفر الله العظيم. ابني العصر شوف لك مصلحة لايمك ومشي امورك. واقول لك تراني حتى هاي الفكرة ما موافق عليها، بس شو اسوي؟ امري لله. زين يابا.
الرؤية، المسافات، الانتظار، خطوط وأسئلة وحيرة. كلما مر ذكر السواتر بالحب تنهال الأوجاع. صباح الخير. صباح النور. أشنو؟ أشو اليوم من الصبح؟ عجبني أشتم هوا. الله. أعوفك وأروح للكلية. اسمح لي. مع السلامة. السلام. زين سويت جيت؟ كان المفروض اتصل بيك بالمكتب. مو اتفقنا اجي؟ بس الوقت تاخر واحنا عندنا موعد ويا الناس اللي نسقنا وياهم. عظيم عظيم. هاي الاوراق. اكو ناقص؟ الصك وين؟ اي ادري. قابل تريديني اعرف قوي الاوراق يا استرجع. يعني كنت اتصور بهالشكل. لا 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 تتصورين. العموم ارجو ان تستعجلين لان البضاعه بعد ما تتحمل تبقى اكثر بالجمرك. باكر تقدر تشيل البضاعه. هل قد واثقه؟ هذا عمل ولازم يكون سريع ومتقن. على العموم أني راح أتصل بالبيت. أتأكد من الموعد المضبوط. براحتك. سعاد. سعاد. سمع سهيل شو يقول عن محبوب القلب؟ خير؟ اكو شي مو زين؟ الولد ما يفيدك. اهله حالتهم مزينه ويشرب وعنده علاقات هوايه. قولي لي ماما منو بشبابه ما يشرب وما صار عنده علاقات؟ لكن اكيد بعد الزواج يتغير. اي اذا فاضل راد يتغير فعلا. سهيل انا اعرف فاضل كل زين يحبني ومستعد يتغير تغير تام من اجلي. اني اللي علي سويته ولأجل عمتي بس. ها ايش قلتي؟ الولد وهاي عيوبه. ماما هذه ما تسمى عيوب. المهم اريدك تقولي للابويا حتى يجي الولد يوم الخميس هو واهله. الخميس وهي مستعجل. ايه اريد ينهي كل شيء قبل ما ينتهي العام الدراسي. انا اللي علي سويته ويجي ابوك واحكي وياه واللي يصير حلبي. زين عمي اني استاذن اروح. الله وياك عيني. مع السلامه. اشكرك هوايه. هلا بيك. كلمه واحده تبدد هذا الخوف الاجوف، تبني بيتا. تبني أفقا. تبني أفقا. يوم
يوم يوم بلي ابني يوم امل راح تروح البيت اهلها لو راح تبقى يمنا بالعطله؟ والله يا ابني ما ادري. تروح تبقى براحتها. براحتها؟ اي براحتها طبعا براحتها. ايش بيك يا ابني؟ اشوفك محتار والدنيا ضيقه بعينك. الدنيا هي وين هالدنيا يا يوم؟ اشو هالجدران وهالكرسي؟ امزين اقدر اشوف الشمس من تطلع وتغيب. هاي ارادة الله سبحانه وتعالى، وانت طول عمرك مؤمن، واللي صار مو بيدك، واجب ولازم يصير. واجب يوم، انا ما قايل شيء، بس المفروض بالناس اللي داير مدايري يقدرون هذا الواجب ويحسون بيه. كلها تحبك وتقدرك وتحترمك وتنظر لك بعين الكبيرة. بس شنو الفايدة؟ شنو الفايدة يوم وأنا بس قاعد ودا انتظر؟ يجي وقتها ابني، يجي وقتها. وقول أمي قالت. شو وقت يوم؟ شو وقت؟ أصبر شوية ولا تستعجل. يوم مو أنت ما تعرفين النار اللي جوايا. ما تعرفين. أنا أمك وأعرف شنو اللي جواك. قلت لك ماكو فايدة يا يوم. كل شبكته يا ابني، كل شبكته. آخ حجي، آخ إيش وقت وأنا فوق كل اللي بي أشوف حياتي دا تروح من بين إيدي وأنا قاعد بس أتفرج. ما تروح ابني ما تروح، عمرك طويل وإن شاء الله تفرح. والله يهنيك يا ابني. كلمة واحدة تبدد هذا الخوف الأجوف، تبني عشا للحب، وتصير الدنيا أحلام صغار. من يعطي قلبي هذا القول؟ أحلامي وعذاب البوح والرؤية. يا زمن البوح تعال. الو، اهلا وسهلا. هلا احمد ابو امجد. هلا. لا والله قبل شويه طلع. ايه طبعا يرجع. لا تسلم احمد، تسلم ابن البطع وام. بمساعدتك عمي، بمساعدتك. صار ماشي. ايه هسه دز لصق بجبار. ماشي بعيني. تدلل عمي 5 دقائق وكون يمك. تدلل ماشي. لا تسلم عمي. ماشي مع السلامة. هلا جبار. بل يا عمي جبار، هذا الصاك اريدك توصله لابو امجد بس بسرعة، يعني اكثر وقت سد. يلا صار عمي جبار، شبيك؟ مو على بعضك؟ لا ولدي ماكو شيء، بس الدنيا تعب والعمر صار طويل. محتاج شيء عمي ابو محمد؟ خوف الله عليك ولدي، خوف الله عليك، بس حسبات التعب بني ادم. بروح ودي صك ومن ترجع نسولف انا وياك على حسبات بني ادم. رخصتك عمي. بابا اصبر اليوم، باكر ان شاء الله الاخبار تبشر بخير.
سعاد، أنا أحس هذا اليوم راح يصير أطول يوم بحياتي. وأنت إيش دعوة مستعجل هالقد فاضل؟ يعني سنة كاملة خلصت بحالها، ما تتحمل هاليومين معقولة؟ سعاد، السنة خلصت بالتخطيط، بس ذني اليومين تحديد مصير. وأني ما أخفي السر، ترى قلق جدا. لا تخاف فاضل، أمي تعرف كل زين شلون تحكي ويا أبوي وتخليه يوافق ويقول إيه. بس ما أخاف تتعقد الأمور ونمر بطريق صعب. شكو بيها فاضل، ماكو شي يجي بالسهل لا تصدق. لا هي مو قضية سهل، بس أنا أخاف تروحين وتضيعين مني، وأنا أبقى وحدي وسط زحمة هاي المدينة وما أعرف باجر شي يصير بي. لا تخاف فاضل، لا تخاف، أنا ما ضيع من عندك وراح أبقى وياك. زين حكيتي لأمك عني كل شي؟ أصلاً أمي فاضل تعرف عنك كل شي بدون ما أني أقولها. تعرف عني؟ معقولة؟ إي معقولة فاضل. بعدين تعال أقول لك، شنو أنت اليوم ناوي؟ ما تدزلي على غدا؟ ليش؟ يعني هاي يوم ما غديتك، راح أدزلك على غدا بس بشرط. أوف، ماكو غير الفلافل. لا مو فلافل، بس شي شوية أرقى يعني. يعني شنو؟ دجاج مثلا؟ أي باخ دجاج. ست تدرين نفر الدجاج اليوم ايش قد يكلف؟ كلفته ما يعادل راتب شهر كامل. فاني راح اغديك ما بين الفلافل والدجاج. يعني شنو همبرجر؟ كلي همبرجر. همبرجر، متعودة على الهمبرجر. اي هاي ماكو غيرها. ها بنتي اشو صافنا؟ لا ماكو شي يوم، بس شوية خايفة. منين خايفة؟ صاير شي؟ لا بدائرة ماكو شي، بس هذا الولد اللي حكيت لك عنه. شبيه؟ صاير عليه شي؟ لا بس يعني دا يتردد هواية، دا يتقرب مني، يعني هو قصده شريف مبين. يعني شكو بيها إذا قصده شريف؟ ما أدري شي إحساس عندي يعني طامع بيا. أنتي مو تقولين هو ثري وابن عائلة؟ إي صحيح، أبوه تاجر كبير كلش بالشورجة. والله يا بنتي أني ترى لا أقدر أقول لك إيه ولا أقدر أقول لك لا. أنتي شوفي جربي، إذا طامع بيك فيبين. أني هم أقول هالشكل، بس يوم أني عندي إذا تحققت هاي الفكرة بنتك راح تتغير كليا، نظامنا كله يتغير. الله كريم. وأني همينة أنصحك وأقول لك ترى الدنيا مو أمان، ولسه اللي يسرج الأحد. أسراري كلها هنا، الهوى ما يعرف بيها. زين تقومي هسه روحي على أخوك وصيحي، صار له يومين ما طالع من غرفته. أنا جيت. ها ابني، ومدام أنت جيت بعد أني أقوم وأكمل شغلي، اسمحوا لي. تفضلي. خير رجل. دير وجهك علي وحجي. رجاء الحكي صار عملة قديمة ونادرة وما حد يتحملها. عصام احنا لازم نوصل القرار. الانسان هو صاحب قرار نفسه. امر القرارات الخارجية بس هو تفعل مؤثر. عصام ليش تبعدني عنك؟ انا اختك. رجاء الله يخليك، انا ذاتي بعيدة عنك. ما عندي أي هدف. عصام أنت مو أول واحد سافر ورجع. قوليها قوليها رجع فاشل. إيه أنا كان عندي طموح، كانت عندي أحلام، بس كل شي ما قدرت أسوي. تقدر عصام إذا حققتها بالشغل. يا شغل رجع كل شي ما عندي،
ما ظلت عندي لا أحلام ولا طموح. عصام ممكن تبدي بأي مشروع وأني أساعدك به. ساعديني؟ هو هذا الخطأ رجع، هذا الخطأ. أمد إيدي وأخذ من عندك فلوس بدون أن أسأل هاي الفلوس منين تجي وشلون، وأنت بالذات. أنا مسوية شي مو زين؟ لا حشيت رجال، لا. بس اللي براسك وليد هاي اللحظة، والقاعدة تقول الفلوس لفلوسي وبس. واقعك يقول بهالشكل؟ لا، الخيط اللي كان يفصل بين الخير والشر انقطع، انقطع رجاء. عصام انت لويش متعب نفسك؟ ما اعرف يا رجاء، اني نفسي، نفسي هي اللي متعبتني. طول عمري وانا احلم بشي واحد بس، هو السفر. وسافرت والنتيجة؟ احتمال الخطأ بالتوقيت مو بالفكرة. عصام إلى أن تجد الوقت المناسب ممكن تلهي نفسك بفت شغلة معينة. إيش اشتغل يا رجع فهميني؟ إيش اشتغل؟ دلال بالشورجة؟ لو أفتح كمبر مال جقاير؟ لو أشتغل سايق تاكسي فهميني؟ ليش لا؟ أنا هواية أعرف من حملة الشهادات يشتغلون شغلات ثانوية. مو قاعدة، مو قاعدة هاي أبدا. أنا أعرف الإنسان لازم يكون بالمكان المناسب، وغير هذا ما أفتهم. يعني تبقى حابس نفسك بهذا البيت؟ هذا هو. اعتبروني شبح، شبح وعايش بهذا البيت، اعتبروني ميت. خلص أرجوكي، أرجوكي يا رجاء خلص.